اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من سلبي برشلونه اللي تجيكم معي انا محمد عواد بالتعاون مع صفحتين برسا برسا وبرشلونه على الفيسبوك. بنتكلم اليوم عن فوز برشلونه الصعب جدا على سيلتا فيجو. بعد قليل نبدا الكلام. فوز ما بنقدر نحكي مستحق، ما بنقدر نحكي عادل ولا غير عادل، يعني لو قسناها شوط اول سيء للغايه، شوط ثاني برشلونه كان مسيطر كان افضل لكن اقل من قدرات برشلونه. في النهايه هي ثلاث نقاط، صعبة سهلة برشلونة حافظ على فارق الأربع نقاط، وهذا كثير مهم لأنه برشلونة دائما بيلعب وهو خلينا نتكلم مش متصدر بأربع نقاط، بثلاث نقاط ونصف، لأنه في بسبب مواجهات مباشرة مع ريال مدريد اللي بتميل لصالح الفريق الملكي بتخلي برشلونة دائما في باله أنه التعادل حيورطه أكثر أو خسارة أي نقاط حتضع عليه ضغط. المهم برشلونة انتصر. طريقة الفوز جيرمي ماثيو، اللاعب اللي لما جاء الجميع انتقد صفقته، لاعب ب 20 مليون كبير بالعمر، ودام نتذكر هو احد اسباب انتقاد زوبي زاريتا اللي الان صفقاته بدات تجيب نتيجه وكانه الرجل خلينا نسميه بعد اخطاء عديده اصبح هو المظلوم، يظهر الان كمظلوم ودائما اللي بيرحل الناس بتتذكر محاسنه. الهدف جاء من ركله ثابته. في تصريحات صارت خلال الشهر الماضي بتتكلم عن ركلات ثابته في برشلونه. برشلونه ولاحظنا سجل في الكلاسيكو، ميسي سجل براسيه من ركنيه، سيرجي روبرتو تكلم بعد هدف ميسي حكى احنا عم نعطي وقت اكثر للكرات الثابته. صحيفه موندو دوبورتيفو وصحيفه سبورت حكت انه في تدريب زائد عن الوضع الطبيعي او الوضع خلينا نسميه اللي بعصر جوارديولا وتاتا وتيتو كان الان على الكرات الثابته مع لويس انريكي. اذا الهدف جاء نتيجه عمل جهود تدريبيه. هل برشلونه صنع فرص؟ طبعا برشلونه سيء جدا اليوم كان من هاي الناحيه، ما صنع هاي عدد الفرص الكافي، وهذا سببه انه لويس سواريز اللي هو كان نقطة ارتكاز الهجوم دائما عم بيسلم الكرات بعيد شوي عن منطقة الجزاء، عزلوه بطريقة ممتازة، إضافة لأنه ميسي ما كان بيومه ولا نيمار بيومه، نيمار وصل انحدار المستوى اللي بآخر شهر ونصف، حتى الآن بجوز ما قدم أي مباراة واضحة إنه هو نيمار، في حين ليونيل ميسي بعد الإصابة، مباراة الكلاسيكو ما كانت جيدة، الكلام كله عن الإصابة من أيام مان سيتي، والآن مباراة اليوم كمان كانت مباراة عادية. شو اللي تغير بين الشوطين اللي خلانا نشوف برشلونة سيء جدا لبرشلونة احسن نسبيا من سيلتا فيجو؟ الشوط الاول سيلتا فيجو طحى بدنيا بشكل مستحيل، يعني فريق ضغط على 11 لاعب تقريبا، حتى كلاوديو برافو كان عليه ضغط وهذا الشيء مش منطقي. في انتحار كان بالناحية البدنية، انتحار انه برشلونة ما يطلع كرة صح واجت بنتائج رائعة، اضافة لانه برشلونة في الشوط الأول كان يلعب بطريقة ضيقة، الكرة ما كانت وسيعة فكان دائما برشلونة طالع الكرة بشكل خاطئ. إحدى المشاكل لما يلعب رافينيا وإنييستا، طبعا في مشكلة معروفة اللي هي التوازن الدفاعي، شفنا لما طلع رافينيا الناحية الدفاعية تحسنت. الآن المشكلة الثانية اللي بتصير مع رافينيا وإنييستا نقطة الملعب الضيق، خلينا نحكيها، رافينيا دائما قريب لإنييستا، دائما الاثنين بيتحركوا بنفس المنطقة، ما في توسيع رقعة لعب، هذا الشيء معناه إنه لاعبين سيلتا فيجو بيقدروا يتكدسوا بهاي المناطق ويتعاملوا معها. طبعا غياب ألبا كان واضح ومؤثر هجوميا. من الأشياء المهمة في اللقاء اليوم جيرارد بيكي ومستوى المتواصل بشكل ممتاز في هاي الفترة، مباراة ممتازة أخرى، كلاوديو برافو كمان مباراة ممتازة أخرى. في نقطة مهمة نتكلم فيها اللي هي نقطة ألفيس، لو لاحظنا انه ليتو بالشوط الأول كان رايح بألفيس خلينا نسميه يعني فتح شوارع من جهته. الشوط الأول كان ألفيس مشكلته، حتى الشوط الثاني تواصلت لكن خلينا نحكي خطأ سيلتا فيجو أنقذه. كان مشكلته بيلعب واحد لواحد لأنه ميسي ما قدم اليوم واجب دفاعي أبداً، كان واجبه دفاعي زيرو. نتيجة واجب الدفاع المختفي من ميسي، نتيجة انه رافينيا ما سد مكان ميسي، لو كان راكيتيتش كان حيحاول يسد من هاي الناحية. كانت دائما واحد لواحد، نوريتو مهارته ممتازة بيقدر يعدي دائما وشفنا المشاكل اللي صارت لألفيس. بالشوط الثاني نتيجة التضحيات البدنية اللي عملها سيلتا فيجو من خط الهجوم شفنا كل المهاجمين تقريبا انتهوا بدنيا بعد دقيقة 60، فما عاد نوريتو عنده القدرة البدنية وهذا الشيء خلى ألفيس يقدر يحتوي في آخر لقطة في آخر أوقات المباراة. الفوز جاء بعد أداء عادي، بعد أداء لازم يتحسن، تكلمنا بعد الكلاسيكو إنه مسألة الاعتماد على الثلاثي الهجومي مشكلة كبيرة، لأنه إذا واحد منهم مش بيومه الفريق حيختل، الفريق مش هيقدر يصنع فرص. الاعتماد على الثلاثي الهجومي شيء ممتاز كموسم كامل، لكن في تفاصيل، في مباراة مهمة حتحتاج فيها الفريق كامل، مثل هيك أداء أمام باريس سان جيرمان كان صعب برشلونة يطلع فيه فايز أو حتى متعادل. مباراة ما زالت بإيد برشلونة، ما زال برشلونة هو الطرف اللي بإيده بطولة الدوري، ما زال الفريق المرتاح. الأربع نقاط ضايلوا مباراة فالنسيا، لو تعداها تقريبا خلينا نحكي بيكون حط أول إيد على اللقب، لكن إحنا نتكلم عن فريق
اخر مباراتين او ثلاثه مش بالاداء اللي كان فيه ممتاز جدا اول ثلاث اشهر في هذا العام اللي خلت العالم يحكوا عن ثلاثيه وحتى عن سداسيه. في شيء غلط، في شيء من فقدان التوازن ما بين خط الوسط والهجوم لازم يتعالج قبل مباراه سان جيرمان وقبل المرحله الحاسمه في دوري الابطال وحتى في الدوري. رغم فارق الاربع نقاط لازم ما يكون في اعتماد وارتكاز عليهم وبس. نوصل هون لنهايه حلقه سيرفي برشلونه، بتمنى منكم تشتركوا معي انا محمد عواد في تويتر وفي صفحتي على الفيسبوك مقالات محمد عواد، والسلام عليكم ورحمة الله.